في اول ايام رمضان كيكون الجسم ديالنا مازال ما مولفش على لو ريتم ديال الصيام اي جينيرالمون كنحسوا بواحد الاحساس ديال الجوع سورتو فاش كنقرب المغرب دونك فاش كيوصل لوجبات الفطور اول حاجه كنديروا غير كنفرقوا الصيام اون سولونس في الماكله ديالنا يعني كننقزوا في داك الطبق اللي عندنا وكنقدروا نخلطوا انتر ديفيرونت كومبوزونت يعني بزاف ديال الاغذيه كنخلطوا يقدر يكون عندنا لا سوب ان بلا برينسيبال شويه ديال المعجنات دونك كنصدقوا مخلطين كلشي هادشي كامل صافي اون شارج على المعده ديالنا اي كون صافي اون شارج كيبداونا لي بروبليم دو ديجيستيون دونك تقدر تبدا الحرقه يبداو لي بروبليم ديال انتفاخ ديال المعده التخمه ملي ما كنهضموش مزيان كنبقاو ثقال حتى النعاس في الليل ما كنقدروش ننعسو كننعسو فريمون بصعوبه دونك هادشي كامل باش نتفاداو غادي نشوفو واحد لي ريغل ولا لي بوين لي غادي نركزو عليهم دونك اول حاجه غادي نديرو سي كو فاش غنفرقو الصيام كويس د الماء مع اون سورس ديال السكريات الطبيعيه بحال التمر اولا شريحه بيان سور بكميه منظمه ماشي حيت التمر ولا شريحه طبيعيين نقدروا ناكلوا الكميه اللي بغينا كامله وديك الساعات كنتسناو واحد قسمين المكانه ولا 10 دقائق لو طون كو هاد لانفورماسيون تطلع لينا لو سيرفو باش كنعرفوا راسنا اننا سي بون راه ما بقيناش صايمين اي كون بو مانجي ديك الساعات اون في لي شوا ديالنا في الماكله دونك كنشوفوا الطبق اللي غادي ناكلو وكناكلو دوسمون علاش بشويه حيت اول حاجه غادي خصنا نمضغوا حيت الا ما مضغناش مزيان هذيك لاليمونطاسيون كتهودنا اون غراند مورسو ولا بطرف كبار لي ستوما اي لا ديجيستيون كدار ثقيله وكيبداو هذا دي بروبليم دي تروبل ديجيستيف اون جينيرال دونك توجور بيان ماستيكي وناكلو بشويه علينا ما ناكلوش بالزربه حتى ملي كناكلو بشويه كنشبعوا مزيان ماشي بحال اللي كناكلو بالزربه كنحسوا براسنا شبعنا مي دغيا كيعاود يولي لينا الجوع دونك هادو سي لي دو بروميير بوين بار لا سويت اون فا ايفيتي تو سكي فريتور يعني المقليات لي بلا اون صوص يعني الاطباق اللي عامرين بليده مثلا غنديروا الطاجين ما غاديش نكثروا فيه الزيت ما غاديش نديروا دي بلا اون صوص مثلا سمك اولا مع خضار او دي صوص بلانش بيشاميل اللي غادي يكونوا تري لور بو لا ديجيستيون بيسكو ديجا رحنا في واحد لا بيريود اللي الجسم ديالنا كيحاول يخرج السموم دونك ما نحاولوش داكشي اللي تنخرجوه نردوه في الماكله ديالنا دونك نستافدوا من الصيام ديالنا بلا ميور مانيير بوسيبل اوتر شوز نجنبوا تو سكي صودا دونك المشروبات الغازيه اللي غادي يقدروا يثقلوا لينا حتى على لا ديجيستيون نحاولوا ما نشربوش سوائل واخا يكون حتى الماء ولا الشاي اولا خلال الوجبات حيت كيتقلوا لينا عمليه الهضم et également il faut toujours faire attention اننا فاش كناكلو ما ناكلوش كثر من القانون ديالنا ديما فاش ناكلو نحسو بالشبع ولكن ماشي داك الشبع ديال صافي ما عنديش فين نزيد علاش ديما نحترمو القانون ديال ثلث المعده اكل ثلث ماء اولا سائل وثلث يكون هواء باش كتبقى لا ديجيستيون ديالنا كدار كوريكت